السلام عليكم. هذا ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن زيادة في الأجور لسنة 2024 لكل الموظفين بدون استثناء. وهذه التفاصيل الكاملة، تابع الفيديو للأخير ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد. راضي شكر رضا ولكن غير كافي. أنا التزمت بلسنة 2024 لازم نكون وصلت إلى معدل تاع 47% رفع أجور. أجور ترفع بتكون ترفعت بنسبة 47%. يصبح من 2021 نهاية 2024 نكون اللي كان يخلص نقوله 5 ملايين واللي يخلص 7 ملايين ونص.